هون الكبد. الرسالة التالية: وصفة للنحافة، وزني 55 وطولي 160، سني 21 سنة، ضروري اليوم. والله يعني حضراتكم دمكم خفيف جدا، ضروري اليوم. طيب احنا قلناها برضه قبل كده يا اختي الفاضله، واتكلمنا عنها كتير قوي، وقلنا النحافه 4 حلقات كامله، وقلنا الجزء الرابع من النحافه موجود على الصفحه الرسميه للدكتور سامح جازي، وايضا موجود على الموقع الرسمي لقناه الرحمه الفضائيه. بنتكلم عن نظام غذائي معين لزياده الوزن، وايضا بنتكلم على وصفات عشبيه كثيره. ولكن عموما علشان ما تزعليش مننا، عشان ضروري اليوم ديت، كوب من اللبن كبير هيوضع عليه 2 معلقة من اللبن البودرة، زائد 2 معلقة من عسل النحل، و2 معلقة من الكاكاو، هيقلب جيدا ويشرب بعد الإفطار وقبل النوم مباشرة. ده من الأشياء اللي هي بتزود السعرات الحرارية بصورة طيبة، وبتزود ترسيب الدهون أو تكون الدهون في العضلات وفي الجسم بالنسبة للجماعة اللي هم بيعانوا من النحافة.